ولذلك كمان لازم رئيس الوزراء الأحاديث اللي تتداولها وسائل الإعلام الدولية حوالين منح قروض 10 مليار رحين، ناس هتحط ودايع، ناس مش هتسحب ودايع، لابد أن نفصل ما بين ما هو مستحق اقتصاديا، لأن مصر برضو مش دولة صغيرة ولا احنا بنستجدي أحد. أمن مصر كمان الاقتصادي هو مسؤولية العالم ومسؤولية الشركاء الإقليميين. أنا حايش عنكم كتير، مصر حايش عن أوروبا وعن شركائها الإقليميين كتير. نحن لا نستجدي أحد ولا بنطلب عطايا من أحد، ده فرض عين على الجميع من حقوق ما كانوا ليستطيعوا أن يحصلوها لولا أن هناك دولة كبيرة تسمى مصر في هذه المنطقة. هي دي مصر يا سيادة الرئيس، هي دي مصر دولة رئيس الوزراء. هنا في هذا التوقيت محتاجين إجابات واضحة النهاردة.